عندي السفارة البريطانية، السفارة البريطانية عملت إعلان عندهم في السفارة كان غريب، وإعلان أنا يعني لغاية اللحظة دي مش قادر أتخيل إنه إزاي يمر. هل أنا مبالغ؟ هل تقديري غلط؟ هو الإعلان بيطلب شباب مصريين يلتحقوا بالعمل لمدة 6 شهور في السفارة. يشتغلوا إيه؟ قال لي يكون معهم لغات عربي وإنجليزي ويكونوا بيعرفوا كمبيوتر وخلافه. ويشتغلوا بكام؟ قال لك هيشتغلوا ب5000 جنيه شهريا. هيعملوا ايه؟ اهو بالنص، انا هقرا لكم كلام. متابعه ورصد وسائل الاعلام الالكترونيه المطبوعه والتلفزيونيه واعداد ملخص صحفي يومي عن الاعلام المصري، ويتم تقديمه لفريق الاتصالات. السفاره كلفت الطلاب دول المساعده في ترتيب بعض الاحداث التابعه للسفاره، ماشي، وجمع البيانات باللغتين العربيه والانجليزيه عن الحوادث الأمنية في جميع أنحاء مصر. تاني، السفارة البريطانية طلبت من الطلاب اللي عايزين يشتغلوا عندها أو المتدربين اللي ب5000 جنيه في الشهر، اللي هو 10 دولار في اليوم لمدة 6 شهور، إنه يجمع بيانات باللغتين العربية والأجنبية الإنجليزية عن إيه؟ الحوادث الأمنية في جميع أنحاء مصر. يا ما تجيبولي الإعلان، هتقولي لو سمحتوا عشان أشوفه تاني، يا ريت تجيبهولي. في جميع أنحاء مصر وتقديم تحليل واقعي للتطورات والتغيرات السياسية. ده إعلان أهو، آدي الإعلان أهو، إحنا لا ننطق بالباطل. ده إعلان أعلنته ونشرته السفارة البريطانية في مصر، بيطلب شباب عشان يعملوا مهمات مكتوبة بالمناسبة. يعمل إيه؟ يجمع معلومات اهي باللغتين العربيه والانجليزيه عن الحوادث الامنيه في جميع انحاء مصر. السفاره البريطانيه عايزه تجمع الحوادث الامنيه في مصر ليه؟ عشان ايه؟ انا بسال ليه؟ وهتعملوا بها ايه؟ وشمعنا مصر؟ وشمعنا دلوقتي؟ وعايزين تعملوا بها ايه؟ انا كنت وما زلت اعلن بثقه موثقه تاريخيا وانيا إن بريطانيا والاستخبارات البريطانية هي من صنعت الإرهاب، وهي أخطر من الأجهزة بتاع الولايات المتحدة الأمريكية في دعم ورعاية واحتواء واستيعاب ونشر ودعم الإرهاب. ده والدليل اللي موجودين الإخوان والإرهابيين اللي موجودين في بريطانيا. الإعلان اللي موجود في السفارة البريطانية إعلان وكأنه يطلب، أنا مش عايز أقولها والله بس سامحوني، يعني واحد يجمع بيانات عن بلده ويديها للسفارة بمرتب هنسميه ايه؟ انا شايف ان احنا في وكأن هناك طلب في النور في العلن على الهواء لجواسيس جدد. هل تطلب السفارة البريطانية من شباب مصر ان يصبحوا جواسيسا على وطنهم وعلى بلدهم؟ وإلا ماذا نسمي هذا الإعلان؟ إعلان موجود في السفارة البريطانية، عايز شباب يلموا معلومات أمنية، معلومات عن حوادث أمنية في مصر، هيرفعوها لمين ويدوها لمين ويحللوها ازاي ويطلعوا منها ايه ومردودها على مصر ايه؟ هل نحن أمام مشروع لتجنيد شباب مصر كجواسيس ب5000 جنيه؟ إلى من يهمه الأمر ابحثوا وحققوا في الموضوع، فنحن أمانة في أعناقكم.